حاليا الاستعدادات بتتواصل بعد طبعا فتره التوقف الدولي لمواجهه شباب لوزداد يوم الجمعه الجايه ان شاء الله ضمن مؤجلات الجوله الرابعه من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. بعدها هنواجه ميديما الغاني تحديدا يوم الجمعه 23 فبراير ضمن مباريات الجوله الخامسه في دوري ابطال افريقيا قبل ان يخوض المباراه اللي بعدها طبعا ان شاء الله امام بيراميدز يوم 27 فبراير. هيختتم النادي الاهلي مبارياته في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا بمواجهه يانج افريكانز التنزاني. الكلام ده هيبقى يوم 2 مارس. 8 مارس طبعا هيكون نهائي كاس مصر امام الزمالك. ده الجدول لحد دلوقتي لو ما حصلش فيه اي تغييرات، وان حصلت تغييرات اكيد هنتابع مع حضراتكم يعني اول باول، بس من الواضح ان احنا الفتره اللي جايه هنكون عندنا سهرات كرويه ممتعه جدا ان شاء الله. نتمنى والله نتمنى يكون